يعطيكم العافية. نحن منتجنا اليوم الدي في دي بورتابل يلي بيدعم تي في بلاير والكارد ريدر اليو اس بي جيم. هدول التي في متوفر بقياسين 9.8 و13.9. هذا الدي في دي بيدعم الفيديو سي دي الام بي 3 والتلفزيون بالاضافه لاستعراض الصور وفي بقلبه العاب بالاضافه لانه الشاشه روتابل بتدور 360 درجه. هلا نحن فردنا الدي في دي الاول. هلا رح نلاقي في بقلبه المحتويات التاليه: كنترول بالاضافه لأنطين مشان يلقط التي في والراديو، كنترول تحكم عدد واحد، ادابتر للكهرباء، وادابتر مشان اذا حابب تشغل الدي في دي بالسياره، بالاضافه للسي دي التعريف. نحن هلا حنفرد الجهازين. هي القياسين 13.9 و9.8، حطيناهم جنب بعض مشان يبين القياس شو الفرق بيناتهم. لا مثل ملاحظين نحن في عنا هاي الشاشة أول شيء 360 درجة بتفتيل، تماما. في عنا هاد الكنترول تبع الدي في دي كامل، في عنا زر الباور المود لاختيار بين التي في وبين التشغيل. مثل ما قلنا هذا الكنترول تبع الدي في دي. هلأ نحن إذا بدنا نشغله بشكل مبدئي في عنا زر على الجنب اللي هو on و off، بالإضافة لأنه هون في عنا الكنترول، هذا المدخل يلي بنحسن ندخل فيه التي في، وهذا المدخل بنحسن نخرج فيه من الدي في دي لشاشة كبيرة إذا حبينا، وهون مدخل الأدابتر الشاحن تبعه، وبالإضافة إذا حبينا نحط سماعات فينا نختار هذا الجاك. في عنا هون قارئ زواكر وقارئ يو اس بي للفلاشة ولكرت الذاكرة. هلأ نحن حنشغل الأون، تمام. هلأ اشتغل معنا الدي في دي. نحن طبعا حاطين هون سي دي. طبعا الدي في دي بيدعم الكواليتي العالي الام بي 4 والام بي 3. هلا هيك شغل الدي في دي، فينا نشغل من هذا الزر، زر البلاي. مثل ما قلنا هذا بيدعم الهاي كواليتي الام بي 3 والام بي 4 والصور كمان، الفيديو سي دي والفيديو دي في دي. وهيك بيكون تم الشرح بالنسبة للدي في دي. هذا الدي في دي بياخد في سي دي، سي دي، ام بي 3، ام بي 4، اس في سي دي، واي في دي بالاضافة للام بي 4. وفي مواصفات تانية بالنسبة للانتي شوك اللي هو عبارة عن اذا صار في رجة بياخد 10 سكند، يعني بيتحمل بالنسبة لموضوع الرجة، وبياخد ملتي فانكشن ريموت كنترولر معه ريموت، وبياخد بالنسبة للأدابتر 12 فولت، وبيدعم تي في. اذا حطينا نحن كابل التي في بيدعم التلفزيون. شكرا.